في الحلقة الجديدة من مسلسل زهوريد، صوب برا مسدسه نحو حسن ببرودة. في هذه اللحظة وصلت ديلان وقدرة بسرعة إلى مكان الحادث. كلاهما أراد إيقاف برا، ولكن كان هناك ضوء مختلف في عيون ديلان. وقالت ديلان بصوت حازم: برا، لقد مشينا على نفس الطريق وتقاسمنا نفس المصير، نحن بحاجة للقضاء على حسن معا. نظر برا إلى هذا العرض بمفاجأة وقال: والحزن واضح في عيني، لا أريد أن أراك قاتلة. قالت ديلان واتخذت خطوة نحوه وأمسكت بيد برا بهدوء. قالت: لن أتركك وحدك أبدا مهما يحدث. كان صبر برا على وشك النفاء، وفي لحظة غضب ضرب حسن. فقد حسن توازن وسقط على الأرض واصطدم رأسه بصخرة صلبة. تراجعت ديلان في حالة رعب، كما لو كان كل شيء مجرد كابوس. ذهب إليها بران بسرعة وعانقها، همس قائلا: لقد انتهى كل شيء، لم يعد هناك خطر. حاولت تهدئة ديلان بالقول، ومع ذلك لم تسير الأمور كما توقعوا. تم نقل حسن إلى المستشفى، وسرعان ما وصل المفوض عاكف إلى مكان الحادث. الوضع ليس جيدا على الإطلاق، قال عاكف والتعبير جدي على وجهه، لم يكن على استعداد لرؤية بران وديلان يعانيان. أكثر من ذلك، كان على حسن أن يدفع ثمن هذا، لكنني لا أريدك أن تعاني. بران وديلان عاد إلى القصر، وعلى الرغم من سحقهما تحت وطأة تلك اللحظات، أخذ بران نفسا عميقا. قال: ما زلت لا أصدق ما فعلت. وقال: كل ما أريد منك هو أن تحبيني كثيرا. أعلن بران حبه لديلان مرة أخرى. لسوء الحظ لم يخسر حسن معركته من أجل الحياة، لكنه الآن أصبح بحاجة إلى الرعاية، وتطلب هذا الوضع الجديد من المفوض عاكف التحدث إلى بران مرة أخرى. لا تنسوا متابعة الصفحة. أراكم في فيديو تحليل آخر. إلى اللقاء.